يمكن من أصعب الأشياء لما ينتهي موسم وننزل الأواعي الموسم اللي هلأ يعني وصل، فمرات منكم متغلبين يا الأواعي مجعلكة يا ريحتها مش حلوة. اليوم سميرة كيلاني رح تفرجينا كيف نضب أواعي الصيف حتى يكون لما ننزلهم المرة الجاي ببداية الصيفية الجاي نكون عن جد مرتاحين. صباح الخير سميرة. صباح الورد. كيفك؟ كيفك أهلا. سميرة وأفكارها الإبداعية. صباح الورد. صباح الورد. كيفك؟ والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلاً أهلاً. أهلاً فيك. أهلاً سميرة. أهلاً. يلا من وين نبدأ؟ نبتدي منين؟ هلأ بالنسبة لست البيت صباح الخير للكل صحيح، وبحب أقولهم إن كتير اشتقت لهم. وإحنا اشتقنا لك. الله يسعدك. ضب الصيفي والشتوي يعتبر من المهمات العويصة جدا واللي بتكرهها ست البيت، فأنا بدي أقولها اليوم يعني اللي عليك عليك، ما في لا مناص يعني لا مفر، فبدك تنزل الشتوي وطلع الصيفي وما ضلك صافني بالخزاين لأنه بدك تعمل هاي الشغلة. أوكي. هلأ أحلى شيء بالموضوع أنه أنت لما تبلشي تنزلي بالأواعي الشتوية بدك تضب الصيفي. هلأ الصيفي رح تلاحظي أنه في شغلات أو في قطع كتيرة ما لبستيها أول إشي، ثاني شغلة في شغلات ممكن بطلت تيجي عليكي، صح. وفي شغلات ممكن سحابها خربان او مقطوع زرها او كذا. هاي مستحيل الست الا تخليها الا حتى تخليها لانه رح تنحف على الصيف. رح تنحف. هلا في طموح كل سيده هاي بتضلها عندها امل انها تضعف. مستحيل تكبها. فهذه هذا الموسم فرصه لحتى نتخلص من اغراضنا القديمه. لازم نعمل ميك اوفر للخزانه بهذه الفرصه، هاي فرصه كثير مناسبه. فاحنا بنبلش نطلع الاواعي اللي خلص بطلت تيجي علينا، ما في داعي نخليها. راح اشوف انا الغرض، مثلا عندي هاي البلوزه راح اطلع عليها واقول هلا هاي بتنفعني، هلا هاي بتفيدني، هلا هاي بتخليني اكون احلى. اذا ما حسيت انه اجابه نعم ولا على واحد من الاسئله راح اتبرع فيها فورا، اعطيها لحدا يستفيد منها. دائما انا بقول بدل ما تضل قاعده بخزانتك مزبوط. اعطيها لحدا بتعني كثير لحدا راح يستفيد منها. مزبوط. صحيح. فهلا بنبلش نفرز الاواعي، يا الشيء اللي بدنا اياه نرجعه، يا اما اللي ما بدنا اياه عشان نوزعه، يا اما اللي مش صالح ابدا فبدنا نكبه. هلا بنبلش بدنا نرتب اواعينا بشكل مزبوط. ايوه. من الشغلات اللي كثير بتصير غلط بيوقعوا في ستات البيوت انهم بضبوا الاواعي وهم وسخين. هلا احيانا بيكون في بقع احنا مو شايفينها، او مرات بيكون في مثلا مش عن قصدنا نضبها انها وسخه. بس احنا لو قبل ما نضب كل شقفه بس نطلع عليها هيك انه مش انه بدنا ندقق بشكل كبير لانه ما بيكون في كتير وقت، بس انه شوفوا الاواعي مثلا اللي لبستوها كتير هل هي مثلا عليها بقع، عليها بقع ميك اب او زيت او وات ايفر، فانتوا اغسلوا الاواعي اللي بتكون وسخه قبل ما تضبوها، لانه ايش اللي بيصير البقع هاي خصوصا البقع لما بتتخزن بصير يجي عليها العط، بصير يجي عليها الميكروبات، فبتصير بقع كتير صعب انها تروح. فبهي الحالة أنت بتخسري قطعة من أواعيك ممكن أنت كتير بتحبيها. لازم بالأول إذن الأواعي تنغسل منيح. تاني شغلة نعرف كيف بدنا نتخلص من العت من هاي الأواعي. هلأ بيجي كتير حشرات خصوصا في المحلات اللي بتكون مثلا حسب وين إحنا بدنا نخزن. فلازم نحط شغلات عشان نمنع العت. من الشغلات اللي كتير ممتازة اللي هي البهارات. البهارات السادة هذا بالضبط. البهارات السادة ممكن احنا نحطها باكثر من شغلة. يا اما بنحطها بالاكياس المسلين هدول موجودين بتهيئ بمحلات الاكسسوارات وسعرهم كثير رخيص. ممكن نحط بهدول الساشيتس، انا جبتهم بصراحه يعني من ماليزيا. من ماليزيا. ممكن نحط البهارات جواهم بهي الطريقه. تمام. وبنحطهم بالجياب تبعت الجاكيتات. ايوه بمنع العت. بالضبط. هلا هاي بتتسكر بشكل كثير ممتاز، بنحطهم بالجياب تبعون الجاكيتات او بين الاواعي، فبيمنع انه يصيب العت لانه بيكرهوا ريحه البهارات الحشرات. ايوه ريحتهم كثير قويه. ممكن حبوب الفلفل الاسود نفس الطريقه كمان. هدول بيمنع العت. حلو. بالضبط. بتصير ريحه اواعيكم سبايسي بنفس الوقت. حلوه ريحتهم. اطلع البلوزه ريحتها مقلوبه. لا ريحتها مقلوبه. او كاري مثلا. اوكي. من الشغلات كمان الممتازه لا معقوله هاي. الورد المجفف هذا، او مع اني انا ضد الورد المجفف، هذا عباره عن خشب. شكرا رندا. فهذا ممكن احنا برضو نعطره، ممكن نحط زيت اللافندر. ايوه. برضو بيعطي ريحه حلوه بنفس الوقت بيمنع العت لانه اللافندر من الروائح الكثير قويه. في عنا اليوكاليبتوس او زيت شجره الشاي برضو من الروائح الكثير قويه انها حلوه بتبعد العت. بالضبط. بس احلى من يعني هذا حلو بس كمان هذا لافندر. لا لعبه سميره اللافندر. طبعا كل لعبه يا عمي لافندر. هلا في التب الكثير قديم اللي هي استعمال الصابونه بين الاواعي، هاي بعدها طبعا ماشي بشكل كثير ممتاز هاي التب. خصوصا اذا كانت معموله الصابونه بشكل طبيعي. هلا مثلا هاي الصابونه انا عملتها من الكربونات وزيت شجره الشاي. فهاي
كثير ممتازه نحطها برضه بالاواعي، يعني بتعطي ريحه حلوه برضه زيت شجره الشاي. معقم انت صنعتيها؟ انا بعمل صابون. بس نكون مفتوحين عشان تطلع. طبعا بنفتحها. هلا كمان الليمون او قشر الليمون والبردقان كمان من الشغلات اللي كثير ممتازه، من نشفها لازم تكون ناشفه. ناشفه طبعا. حطي بردقان نفاسه زي ما هي بتعفن. حطي صحن بطيخ. صحن بطيخ. سلطة فواكه مثلا. دجاجة نص دجاجة. انت هلا القشر كله خبوه نشفوه كثير منيح، قشر البردقان الكلمنتينا كله ونشفوه منيح وحطوه برضه بكياس زي هيك. بكياس لأن بده يصير نشفانه زي هدول. بالضبط يكون كثير ناشف، نشفوه هلا بالشمسات هيك اكسبوا الشمس. هلا اللي ما عندهم هاي الشغلات ممكن كلسة نايلون عندك قديمة تحطي فيها بهارات وتحطي فيها ورد مجفف، ممكن بتربطيها وسهل كثير. حطي عليها شكلة بتصير حلوة. بالضبط حطي عليها وردة هيك فيونكة بتصير شكلها ممتاز. شو بالنسبة للنفتالين؟ النفتالين طبعا شغله كثير ضروريه، بس انا بنصح فيها بس للسجاد مش للاواعي. بتطل ريحته صح؟ بتطل ريحته. بعدين هي ماده كيماويه وبتطلع ابخره. يعني هي كيف تشتغل؟ انها بتبلش تدوب الحبه، بتتفاعل مع القماش وبالمكان المضغوط بتصير تطلع ابخره، فهي بتمنع العت والحشرات. بس على الاواعي طبعا ريحتها كثير ضاره. ثاني شغله ما نحطها اذا اضطرينا، ما نحطها مباشره فوق الاواعي، نحطها جوا شيء، يعني نحطها جوا كيس او جوا انها تكون مش على كونتاكت مباشر مع الاواعي. بس هدول بدائل طبيعيه وريحتها كثير احسن طبعاً من النفتالين. وفعاله جدا بصراحه. طبعا حلو. مكعبات الدجاج هدول بنلاقيهم محل هدول بالسياره بصراحه، بيحطوهم لترطيب السياره. هاي انشارة خشب مضغوطه. هلا انشارة الخشب ايش ما تحطي عليها عطر بتمتصه وبتضلها محتفظه فيه بوقت طويل. فهاي ممكن نحطها بين الاواعي. من وين بجيبها؟ اظن في محلات السوبر ماركتس الكبيره. انا بلاقيها انشاره خشب زي اكسسوارات السيارات. انا دائما بلاقيهم بالسياره، ما بعرف اولادي من وين بجيبوهم وبناتي، بس مصدر تبعهم سياره. اذا بدكم تتواصلوا من سياره سمير. انا بركب السياره بلاقي حاطين لي هدايا. هلا الفحم من الشغلات اللي كثير منيحه حتى نمنع الرطوبه بالخزاين. يعني اللي عندهم مثلا خزاين بالحياه زي ما كنا عم نحكي رندا، او اللي عندهم مثلا محل كثير فيه رطوبه فحطوا فحم بمنع الرطوبه. بحطهم بشيء من هدول. بالضبط بنحطهم بشيء زي هيك. هلا الشغله اللي كثير مهمه، احنا وين نخزن الاواعي؟ هذه شغله كثير ضروريه. هلا في ناس مثلا ممكن عندهم تسويه فبيحطوا الاواعي مثلا بشناتي او باي شغله بدهم يضبوها بحطوها بالتسويه. هلا التسويه رطبه، نفس الوقت ممكن الرطوبه هاي تعمل تخرب الاواعي تبعتنا، وبرضه رح تصير ريحتها مو مستحبه. فينصح دائما انه نحط الاواعي في محل درجه حرارته ثابته طول الوقت. أوكي. يعني ما في شوب كثير وبرد كثير. او حتى اللي عندهم سده، عندكم سده في البيت؟ لا البيوت زمان كان فيها زمان سده. ما بعتقد البيوت البيوت الجديده بطلوا. كان عندنا سده وكنا نحط فيها ببيت اهلي زمان ومقدوس وكل شيء، وكنا نحط فيها شنات الصيف والشتاء. بس هلا لانها مرتفعه. مرتفعه صح. برضه السده ممكن تكون شوب لانها غالبا بتكون فوق المطبخ. صح. يعني بتكون فوق الحمام تحت الحمام المطبخ وكذا. فانا طبعا ضد انه نحط شيء تحت التخت. بس اذا اضطرينا يعني ممكن نحط فوق الخزانه اذا في وسع، بس تكون مرتبين بشكل منيح وملفوفين. صح. او نحطهم تحت الخزانه في علب، في تحت التخت عفوا، في طريقه مرتبه عشان برضه ما يعطونا طاقه سلبيه. 100% ابشع شيء الكراكيب تحت التخت طبعا. لانه كثير صح. وبتعرفي انه بتعمل طاقه غريبه. طاقة كمان غريبه. هذا لازم يكون دائما فاضي ونظيف. فاضي ونظيف ما في ولا احلى منه. تستخدم يكون هيك لمه تعمل هيك تلاقي كله بيلمه مشان الراحه. صحيح. في ناس بيوتها صغيره مضطره تعمل هالشيء. بالضبط. هلا صاروا يعملوا مثلا تخوت لها جوارير. ايوه هذا بيتهيألي حل كثير عملي خصوصا الناس اللي عندهم اولاد صغار، فهي الجوارير بتوسع كثير. كنا بؤج نحن من زمان نحط اللي هو قماش او اشار قديم اشار قديم او هيك شيء. على فكره كثير صحيه هاي الطريقه. قطن. بالضبط. وشراشف قطن صح. بالضبط. لانه هلا انت اذا خزنت اواعيك بنايلون، النايلون برضه رح يتفاعل مع الاواعي وبرضه رح يأذي الاواعي. فاحسن شيء انه حتى الاكياس تبعت الاواعي اذا بتلاحظوا الاواعي اللي كثير راقيه، بدلات الرجال بالذات بحطوها بكياس من القماش عشان اصلا تتهوى بنفس الوقت ما بتخرب. فاذا ما عندنا احنا كلنا منها او اللي ما عنده ممكن يحط شرشف قديم قطن يلفي الاواعي او يلفي الاشياء الموجوده. اوكي هلا شو كمان بدك تفرجينا كيف نطوي؟ هلا الطوي شغله برضه كثير مهمه، لانه برضه بعد وين نحط الاشياء نخلص من الموسم نلاقي اواعينا مجعلكه مثلا. أيوة. او فيها كسرات او كذا. احلى شيء باواعي الشتاء انها اواعي الصيف انها خفيفه. صح.
يعني كلها ما بتاخذ كثير وسع. هلا احنا تخلصنا من الاغراض اللي ما بدنا اياها، صار عندنا مجال انه الاواعي اللي بنحبها احنا فبدنا نحافظ عليها. فاحسن طريقه انه ما يعني مثلا هاي بقول ما بترجع لك، بس انا اذا علقتها ممكن هاي تاخذ محل التعليق. صح، في كثير اواعي عندنا هيك، خصوصا الاواعي اللي بتكون ماشيه هدل زي هيك، فاحنا الافضل انه نطويها، والافضل انه نطويها بشكل زي الرول. زي رول. هلا الرول ايش فائدته؟ اول شيء ما راح ياخذ كثير وسع لما نضب، ثاني شيء راح نحط الاغراض بجنب بعض مثلا زي هيك. اوكي، هلا انا بحط الاغراض هيك جنب بعض فبقدر اشوف لما يكونوا طبقات فوق بعض، ما بقدر اشوف انا شو فيه. فالرول اول شيء بيساعدني انه ما ياخذ وسع كثير، ثاني شغله ما بيجعلك احسن من اني اطوي. بالضبط، وما بيجعلك طبعا. هلا في اواعي عندنا بتنفع لكل الفصول، مثلا الجينز من الاشياء اللي بتلبس في كل الفصول. في اواعي بيقولوا لها انتقاليه بتنفع لكل الفصول، فهي الاواعي برضه نستثمر فيها. يعني مثلا كيف كل ست لازم عندها بنطلون جينز وقميص او بيج او قميص ابيض وكذا، فالجينز وهي الشغلات يعني بتضل. استثمروا فيها وجيبوها كواليتي منيحه لانها راح تفيدكم بكل الفصول. هلا الشغله الاخيره اللي بدي انصحهم فيها انهم جيبوا بدل الكرتون جيبوا كونتينرات بلاستيك. طبعا هذا بلاستيك مقوى ونوعيته كثير ممتازه وله عجال. هذا ايش فائدته؟ اول شيء الكرتون برضه بيخلي الرطوبه تيجي على اواعينا، والجلو اللي بيكون على الكراتين برضه بجيب حشرات، فهذه كثير صحيه وكثير نظيفه. بلاستيك احسن من الكرتون طبعا. في الكراتين طبعا. الحلو فيها انه حجمها بوسع كثير، بعدين بتقدر تشوف إيه؟ من خلالها. هاتي نحط فيها ونشوف كيف شكلها. نحط فيها اواعي مثلا، نحط فيها كل اغراضي. انا جبت على فكره كل اغراضي فيها. شغله ثانيه ممكن احنا نحط هون ليبل زي ستيكر بنحط فيه ايش انا حاطه، مثلا انا هون حاطه البلوزات او انا هون حاطه الفساتين الصيفيه او مثلا حاطه اي شيء، فانا بحط ليبل او بقلم فلوماستر بكتب انا شو حاطه جوا. حلو. بس سميره كل ما تيجي الواحد بحس انه فقره اليس في بلاد العجائب. ايوه بالضبط، يعني كثير بحب هذا الشيء. فعادي شو حلو بعدين بحط فوقيها، بحس الواحد حاله مفصول عن الواقع. يعني كل ما تحكي شيء انه ليبل، انا بتذكر لما افتح خزانه بو علي تنهار عليك. هذا انت لانك شب. طيب بس هي هوايه. اخر نصيحه راح احكي لهم اياها لانهم هم كسلانين، انا عارفه لانه كتبت امبارح بوست. احنا بس الوقت فبقول لهم عشان تنظفوا البيت اعتبري جايك ضيوف، فانت عشان تنظفي خزانتك اعتبري حماتك جاي تعمل لك تشيك الخزانه، فراح تصيري نشيطه فورا. شكرا كثير سميره. شكرا مع الاعتذار. شكرا سميره. اهلا وسهلا بكل الحموات.